الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم ما ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب بهجة المجالس، قال: وكانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى، وكانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. وهذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عمر، وجاء عند ابن ماجه أيضا وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عش. هذه رواية الترمذي رحمه الله. فهنا يقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى، أي أنهم إذا تعوذوا وسألوا الله العافية لا يسمعون المبتلى تعوذهم وسؤالهم لله عز وجل العافية حتى لا يجرحوا مشاعر هذا المبتلى. ولا شك أن هذا أدب رفيع من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا شك أنهم أكمل الخلق بعد الأنبياء والرسل في حسن التعامل وحسن الديانة وحسن الأخلاق وحسن الآداب رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا لا يسألون، يعني لا يرفعون أصواتهم، فلا يسمعون المبتلى تعوذهم. وقال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله أنه كان يتعوذ في نفسه، يعني إذا رأى مبتلا يتعوذ في نفسه ولا يظهر ذلك. قد ذهب بعض أهل العلم كما ذكر النووي وغيره إلى التفريق بين المبتلى في الدين وبين المبتلى في البدن من الأمراض والمصائب وغيرها، فقالوا: إذا كان البلاء في البدن أو في المصائب الدنيوية فإنه لا يسمع التعوذ، يعني لا يسمع المبتلى التعوذ سؤال الله العافية حتى لا يجرح مشاعره. أما إذا كان البلاء بالدين، كأن يكون فاسقاً مجاهراً بالفسق أو مبتدعاً مظهراً لبدعته، فقالوا هنا إذا رأى مصلحة في أن يتعوذ من البلاء الذي ابتلي به حتى يعني يسمعه حتى يرتدع وينزجر، قالوا فلا بأس في مثل هذه الحال أن يسمعه تعوذه من الحال التي هو عليها حتى ينزجر وحتى يعلم أنه على باطل وعلى خطأ. وهذا التفريق ذهب إليه جمع من أهل العلم، ولا شك أن له وجاهة، وهذا أمر ظاهر. فإنه قد ينزجر المبتلى في دينه سواء بمعصية أو ببدعة إذا سمع مثل هذا التعوذ حتى يوقن أنه على ضلالة أو على خطأ. فإذا هذا الحديث وهذا الأثر الذي ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله أثر عظيم، فيه أدب رفيع علينا أن نتحلى به وأن نمتثله، وأيضا علينا أن نحرص على هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للصحابة: من رأى صاحب بلاء فقال: الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، فعوفي من هذا البلاء كائنا ما كان، يعني هذا البلاء ما عاش هذا الذي تعوذ. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن والمصائب ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.